اخوتي السلام عليكم. بلعنا راكم عارفين معكم خوكم عزيز بوصي. لما كنقول لكم لما ابوني شي تخليت ابونا ولا ما تنساش تسعيمي ساتس ومصر ومصر كما ما انت الزولة القبيح ما داش المشكل باش تجي معنا قلت لك راسكم الفراجة خوكم بوزي ها هو جم. ديما كنقول لكم اللي مرة يدعيو معاه الله يشافي واللي في الحبس دعيو معاه الله يفاجئ لي اخوتي فالصد هذا وعدوك صغير لا حبس لا مرة. انا اعطيكم هذا الكويس صح اخوتي اللي هي فريدة من نوعها قصة ديال اللي خصك تقول لك ما تولينيش تتعامل مع البشر. اسمعوا اخوتي شنو كيوقع لواحد واحد السيد صديق ديالي طار معايا الحبس وكبرنا كاملين في الحبس بشحال هادي تلاقيت ولا بالك انا كنتساول دابا شنو يوقع لي وشنو يوقع لي اخي عز شنو يوقع لي اللي كيخدم على راسو صانع من المشاكل كان كيضرب تصاوب معنا الحبس وهادي صافي طلع داك الشيء في راسو شاف داك الشيء ما مسلكش علاش كان كيمشي على السرقه نضربو الجرح المخطيرات تجار مخطيرات تجار الشراب المهم كبر كما كنقولو من عالم السونتر بي بي هو سالم سالم في 2010 نسيت في 2010 اخي عز من الحبس صافي من شاف داك الشيء ما مخرجوش سني عصاو ولد كيخدم على راسو ولا شنو كيدير عاشو بنادم كيولا كيدير من الخدمه العشيه كيسال كيمشي للقهيوه بلي غير بالكارو مبليش بالجوانت قهوه كيتقهوى شويه كيدخل بحالاتو للدار واحد بنت حومسوم بنت حومسوم كما كنقولو بسبب مدرب واحد دخل عندهم للدار وكتخرج عادي داكشي المهم راهم عارفين داكشي ديال الحومه كيكون الحومه خوتها تما صحابها وراك عاو ما هو من بالو حتى شي حاجه بالو شني خصو يخدم على راسو خصو يجمع خصو يبني مستقبل يبني مستقبل راسو ناض كيدوز البيرمي دار شفتو كيفاش داكشي اللي دوز قال ارا اللوحو موراي داكشي اللي وصاخ ديال الدار وصرا السرقه والكباس داكشي القصه يخدم شويه ديال الفلوس حط النار ديك البنت مجوجه عندها جوج وليدات غنى مع راجلها راك ما عارفين اي وحده كتغنى مع راجلها كاريين وهادي وهادي تغنت مع راجلها عندك كتجي عند امو مالك الدريبي وناس قال لي والله عاود قال لي ناس اخي عاد كنسمع قال لك خصها بغات شي فلوس باش تمشي تكري فهمتي بغات تسلف هذاك ما شي فلوس باش تمشي تكري قلت لها انا نفيق ولدي ونشوف عندي شي حاجه نرغبو واحد على شاس بحالاتها قالك هو ناض خصك دير راسو ما عرفت شي حاجة ما خصك وجهه فطر تم خارج قال لي خاي بوزي تم خارج وعيطات له قلت لها جاوب فلانة راه جات وراه بقات كترغب هاد الصباح هنا وشنو راه باغي دابس مع راسها راه باغي يسرح من هنا باغي يسكري خصها شي بركة تشدو قال لها مويا راك عارفة هاديك ما بيني وبينها والو براسها تمشي تسكري ماشي مسكين حنا ماشي صغنا شوف كي دير وليدي راه ما عارفين والدين حنا كنبغيوش الناس بحال ما يتشرفوا الدوله 1000 درهم مسكين قال لها كم عطيها لا تسكن عندها وشديها من عندها المهم انت خرجي معاها انت هي اللي عطيتيها لها ماشي انا شو خلي الرجال فين خاصو الصال خاي عزر صافي خرجت بيه حالاتي مشى هذاك النهار ما خدامش على القهوه بقى جالس دي عندك المهم داز ودا كنبقاش كنجي عندهم للدار علاش على حساب ديك 20000 من صاحبي لا شي 4 شهور ولا 5 شهور هاديك مازال مازال ما عطاتكش ديك البركة فوليدي راه مبقاتش ساكنة هنا ساكنة بعيدة وراه ما كتجيش هاي قالت لها قال لها امي عند امها ولا عند خوتها وقول لها شني واشني هو غي خسايل الرجال شوفي ما توصلو خسايل الرجال مسكين داكشي ما سمعت عند ما ما قالت لها السلام كي دايره بنت الحومه صافي عادي يا راكم عارفين بنت الحومه حي شعبي اش نبقى واش نبقى نسكرها اش دا قالت لها ولدك يهضر مع بنتي ويعطيها 20000 علاش اللي بيني وبينها وهذا معذوره وكي دابزه مع راجلها ديما هذه الصداع قلت لها لا الشريفه غير بنتك جات كتكسر مني انا
انا ما عنديش شتي سامع عند ولدي وعطي سالة لا انا وضو عارفين مشي راس مكلو الخيم اشوخت مزيان فين غاسو الصلو هاي راس مكلو الخيم الغوات الصداع الاخرى قال طرق مشا سبحانه يجي خوذ خوذ تاك البنت شان مهم بارك شنو كاي ناس تقصنا هاشني وقع واشني وقع طرق كيسم هو غادي نوم عن جوج بيهم كيمشي عن مشوش عن عنده هو مشو عن عند خصوم بينك وبين فلان بيني وبين هو ما كيسالكش شي فلوس ما كيسالنيش ها وعارفين غير وصل وخصين الرجال فين كتوصل الناس من كتسالي ملي الحبس اكبر معانا في الحبس وسالم 2010 مشى للحبس عاد خدام على راسو صافي دوز بيربي ديالو خي يحفر على راسو بالمستقبل داكشي يدوز غير خوا الخاو تسمى غير وسخ حنا حتى حنا داكشي دوز راه ماشي كنفتخرو به كنقول لكم داكشي راه غير وسخ كانت غلطه وسالينا منها اللهم لك الحمد علاش كن بحال هاد الفيديوز كنورقو البنات باش منهم يفهم ويعرف شنو كاين ما علينا حتى زيدي معنا كتسمى جاي راه عندهم ما كاينش عندهم امور غوات هادي واش انا مسلل فينا واش هذا كما عارفين خلينا عاوتاني بيطاليين مقطعين قلبوا غير على الكحله صافي مقابلين غير الدروب الشراب الحشيش المهم مشاكل اسم جاي بالليل مو عشان يبقى واشني يبقى وليدي واشني يبقى مسكين صافي قال باي سامح مشى داك الفلوس هادي ديك 1000 درهم هانيه غير تمشي المهم خصو الصداع علاش هو قاد بنا الوقت طلع له داكشي في راسو قال الحبس مسلكش الدفا قال لي خي عازب مشيت للخدمة انا جاي قال في العشية ما كيمشي تما كيتغدى في الملاحة صنايعي في الصال تاكودنت جاي اش قال لي خوزة في الدرب راه جا فلان شنو بينك وبين اختي بصح معاه ما لا قال لهم هاشني وقاش راه جبناها للدار مالك دق عليه طرح طرح يضربوا الراسو جوج ضربات الراسو ضربوا الوجه ضربوا اليدين الله وتصابوا مشي وتصابوا مشي مشاو حطوا له بلان ناس التريقيل كي داير تقدروا سالا ضربناه هاي سالت شي حاجه وفري ملي كتكون ديكلاري بنادم وكتمشي كتبدل كيطلع الطبيب يغرز بدو البريغاد كيديوه كلشي اللي وقع طلع مسكين هو الطبيب المركب ما قال لي قال لي طلع صاحبي عزيز المركب خيط وسعيد كان كخيط انا خارج بيه على سي المغرب جي بريغا راس موراي لاباك فلان انا هو فلان لا كارت هاك ما ينطوني قالك ما ينطونا والو تمشي معاهنا شكون ضربك ضربني فلان وفلان هادوك اللي مديكلارين البيت خصهم ديكلاري بيهم بان نفسه كيتحرس لهم خصهم مزيان ديالو فين وصلاتهم مازال انا جايكم الديوه لا بيجو اش بينكم بين فلانه بيني وبينها والو بيني وبينها الحومه جات قالت علاش تسلفات هاد 1000 درهم هي مجوجه عندها راجلها عندها خوتها ومتى تسلفات 1000 درهم كي درتي لها اذا خما في راسكم ها كنلمح وانتم فهموا اذا باينه بينكم بينها شي حاجه عبشا وعمرو عليه ديما كتصرع عليا وهادي وهي ديما كتسبعني وانا مجوجه شو الناس اش كتقدوا الباطل باطل فين كيوصل انا ما بيني وبينها شني واشني علاش كعيط لامو ولدك اشني وقالت لهم انا اللي عطيتها الفلوس ونكذبوها ما غيتيخو لي ديكلاراسيون وجا الضحيه قالت لهم هذا ديما كيبقى يتصل عليا وبسبابو شوف واش قالت قالت لهم بسبابو رحلت انا من الحومه رحلت من داك الحومه غير باش ما نبقاش نتلاقى معاه وهذه وهذه ما تفرقليش على وليداتي وانا حق راجلي كنبغي وانا شي الناس راسك تخروين ما نديرو ما يسخد ولا ما يسخدش ديك الشهاده الطبيه ولا عمرو بينا عمرو ضربو صافي راه حنا ما ضربناه ما والو شوف شكون ضربو ما عارفين بغا يتقلد بينا حيت حنا مديكلارين به الشغل ديال الرواقله سكرت المسيكي قال لي ضرب يومين اخي بوزي قال لي لا ماكله لا شرب اخي قال لي مضروب وغادي للحبس وغادي للحبس قدموه قدموه جنايات
قال لي واش تقدم تجيني صاحبي عاد عاد خرج قال لي واش تقدم صاحبي عزيز قال لي بحالي طاحت عليا الماده قلت كنت كنهضر مع بنادم ما والو قال لك وزادو ملي طلعوا داك التروازيام ديال الامان قال لي بيوت عامرين اخي عزيز قلت له نضرب عام ونص وانا سلاكار عام ونص قال لي خي عزيز قال لي داك الشيء غريب قال لي فاش بقات كتجي عند امو الزيارة كيقول لها امي غير فكي معاهم شحال ما كان غير فكي غير فكاك الله ولا هو كيطلب السله بلا علم ولا هو مسكين عاطي رزقه انسى ومضروب وغادي للحبس ولا كيطلب تراجع معاهم باش يخرج بيه حالاته قلت له كمل قال لي خي عزيز شي سته ديال 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 المداولات قال لي كنطلعوا له ولد خي عزيز قال لي هذا التحقيق شي سته قال لي سير طوني للغرفه عاد داروا له التنازل ضرب 7 شهور قال لي 7 شهور 17 يوم اللي ضرب داروا له التنازل بشحال مليون ونص عطي 20,000 في الاول السلف المعامله ماشي كريم واش دا مشات له 20,000 راه جاي من الخدمه مضروب مفلق مضروب في وجهه ومقيوس في يديه عنده العاله والو راني يديه وغادي للحبس ضرب 17 17 يوم وعطي مليون ونص باش هذيك غير مزيان قال لي خلص اخي عزيز بالصراحه قال لي انا دابا مازال غنقول لي نطلع طلعوا لي اول قال لي واش ني ندير اخي عزيز قلت له مالك ما دير له قلت له فين ما عيطوا لك هذا ما يستعيوك خصك تحضر عندك مداوله بحال دابا شهر 12 في 10 ولا 15 خصك تكون حاضر حاضر على الصباح باش تطلع رسول طلع تحضر الا ما حضرتيش المره الاولى والثانيه والثالثه قلت له غيعتقلوك قالوا لي صندوق الكارت راك حبس وضرب الحبس يا نسى قلت لهم كتعرف قال لي كنعرف قال لي شنو بقى لي ما نعرف اخي عاد قال لي نيس ركب لي هكا قال لي بقى لي بقيت كنعرف حتى شي حاجه قلت له ما عندك ما دير دابا قلت له بغات تستمر قال لي غنهضر عليك قلت له دابا قلت له سبع سبع شهور والصرف مش عارف غديك لا قلت له سالت راك ولد حسان بينت له قلت له خليك صفي بحال دابا هاد الشيء قلت له راك لمشيتي راه صفى بحال معاهم عطاو براءة ولا عطاو شي عامين سورتي ولا شي عام ونص ومشاو قالوا المشكل معاهم بينت له باش ما يكونش واحد اخر ما يعمركش ما يصدموش واحد اخر يقول له لا خرجوا يضربوه كدا داروا لك قالب المائدة ضرب قلت له ما تضربهم ما يضربوه قلت له خد تم دايز الدرب من الحومة حيت حومة شعبية ماشي بحومة نخال حومة المهم كنبين لكم تسم دايز ويدقوا عليك ويسبوا والدايره ود الفعله قلت له ما تسوقش قلت له باش ما يديرولكش القالب قال لي بحال شي حاجه قلت له راك حباس واش دار قلت له يديرولك الانتقاء ملي مشيتي جبتي الشفره وضربتي الاول ولا ما حتى هو صنيط هذا ماشي شي واحد اللي غير ملي كيسالي بنادم هو من 2010 بالسلامه للحبس سنه 2022 عاد طاح شو بنادم 12 عام باش سال خطا مع راسو بخير ولا شنو وقع له قلت له راك عارف اللي ضربت راه قالوا لك الانتقاء قلت له فلان عرفتي قال لي هذاك اللي كان معنا في التسعه قلت له شحال عطاه قال لي في الاول عطاه عام فاش خرج ولا ضرب فلان وكذا عطاه 10 سنين قلت له هكا غيديروا لك قلت له هكا كنبين له كنتساود انا وياه بحال كنتساود كنعاودكم كنتساود انا وياه بحال راني علي كنهضر معاه قلت له اسمع اشتري راك لمسيتي جبتي شي شفرة وقشرتي الاول والثاني وربطي باهم لاخوهم ولا درك شو صغراك قلت له خليها دعيهم الله وخليها قلت له شتا عاد ضرب الحبس قال لي ديك بخير قال لي بخير اخي عزيز انا قال لي بخير قال لي خرجت دابا راني خدام راسي قلت له خليها هكا فوقاش ما استدعاوك طلع ودابا يجي بالهم الله من غير يديك ما بغيتش انا عمر انا نقول له غسير بلق وشوف شي ربعه سكرهم معاك وزو الشفاري وخرجوا وضربوا كذا ولا خرجوا خمسة بيهم ولا اربعه ضرب التليفون كيتصوروا هادي وضربوه تكون فنيا شي واحد شحال يعطيهم ما عطاهمش شي 30 ها
نبهوك بينوا له شي حاجه اللي د الخير ماشي الشر اللي نكبروا حنا على السيد صاحبنا ضرب معنا الحبس خا ماشي ولدها عندنا ضرب معنا الحبس مسكين السونتر من البيبي وضرب معنا الكارتي عرض معنا في التوبه ما خلى فيه ضرب معنا في الزليلي مسكين ضرب معنا في عين عائشه انسان اللي هو بحال دابا كما كنقولوا كان مجرم اي واحد كيدوز لك الشيء كيعفو عليه الله ربي راه كيعفو على بنادم راه شحال مخربه ولات جامع ما عمر الجامع كتولي خربه كتبقى جامع انسان اللي كيكون صالح راسو من صغرو كيبقى مصلوح حتى الا في هذا الفيلم ومن الصغر هو كيصلي كيخدم على راسو هذه هذه صارتش المشاكل وحنا كنا من الصغر راه حنا معرضين للمشاكل ديما ضربها على صالح هذا راه لابد غتجي شي نهار كيكون كيتعدى على بنادم شي نهار غيجي شي واحد يتعدى عليا هو جا وتعدى عليا وقلتها له يدوز على صالح شحال ما عاد ضربتي قال لي برا اخي عاد قال لي داكشي كان قديم قلت له داكشي القديم راه كيولي يتجبد جديد انت شحال واحد ضربتي شحال واحد فرقتي شحال واحد تعديتي عليه شحال واحد وما غيجيش لكن هي مذكوره في القران كما تودين تودان شحال شي حاجه ما خلصتش عليها بنادم كتولي كتوقع له شي كارثه مع هو وحد تقولب لكني غير النيه هي ديالو هو من الاول قال لهم امي واش انا عندها صرا صغيره عندها خوت عندها كذا ما بغاش ترد ما بغاش يعطيها فلوس مو مسكينه هي الوالدين راكم عارفين مع جات كتبكي عليا وانا خصني نكري وانا غنبقى الناس في الزنقه وهذه والوليدات بحالي كرات لها دماغها مسكين مرضي الوالدين مع شحال مو شحال والدي هما كيتبعوه في الحباسات قال لي خاص شحال مو كتبعني في الحبس يعني وقالش انايا نعطيها ولكن على وجه الوالده قالت لي انتوما شي مشكل ربي اللي يخلف لك داك الشيء خدام قلت له انت يخرج شي خدام على راسك قال لي خدام بخير اخي عزيز قال لي هذا الجريحه وري عليها بعض الضريبه انا ضريبه في راسو بخير قال لي خدام على راسي اخي عزيز ها كيصور قال لي كنصور 24000 26000 كل سويمينه وشحال كاين السيمانه اللي صور فيها 40000 كيصور سيمانه كتكون قاعد عايز صور 80 فرانك 90 عارفين لانه كيخدم على راسو في الصال كيصورو بارك اللي كتب الله المهم الحلال يا رسول الله ماشي هو غيمشي يولي العاده القديمه قال لي خي عزك هو كان في الحبس ملي بلي قال لي خي عزك في الحبس قال لكم كان في 11 قال لكم في 11 قال الطروازيام ديال الامان قال لكم نفكر نخرج ندخل على القالب قال لي نخرج نولي نحيي الماضي قال لي سلام لي نضرب الصراحه قال لي كنت غنبدا بهم بجوج ولكن قال لي الحبس قال لي كتلقى 20 اخي عاز قال لي من ما كان معنا في البيت عام ونص هو في لاكار قال لي ديك 17 صرف لي ضربت كلها شو مسكين تفخم ما والو قال لي كلها اخي عاز دوزها في لاكار قال لي واش جيت القريه قال لي راك عارف جيت القريه كيلعسوا اربعه ولا تحت كيلعسوا اربعه قال لي كنعسوا من تحت اخي عاز جيت حدا الطواليت الطواليت هنا هما كيفرشوا هنا واربعه هنايا كاكتش واحد اخر كذا بيقول لي اخي عاد انا دو السام واحد باس وصبر عارف صح انا راني عارفين الحبس انا غاجي نوريخ لي واحد اخر يقول لي لا كي دخل شديت البلاصه ولا هادي لا انا كنعرفو الحبس شنو فيه دابا كنعرفو الحبس كي داير وشنو فيه وفين كينعس بنادم وها كيفاش اشني اشني كياكلو اشني كيعطيو اي حاجه كنعرفوها السيرفيس معروف قال لهم يلي دو السام في لاكار اخي عاد قال لي نضربو كنقوم الصابر يخرج بحال قال لي علاش قال لي العذاب بحال ايش العذاب انا عارف قال لي كتلت في الصباح اخي بوزي مع لابي طلع 10 د الليل عاد كتلقى الرولو ديالك كتبقى جالس حدا الدريوريين في الحجرات عاد كتجي وقت النوبه خاصك تبقى قال لي خي عاز العذاب هو فري العذاب ما كينعسش بنادم قال لي بعرف شي مره انا كان في الاسياس قال لي كنعس حدا بنادم قال لي كيقول لي شي واحد اجا خايف تسلق حدا انا واخا انا نبرزقو واخا بنادم برزقو عند كاين شي عندك والدي كيجيبو لك الخير قال لي كون سيمانه كون كيجيو عندي والديك كاع عطوني 600 500 درهم اخي عاز قال لي لي داك الشيء ما صالح قال لي ما واخا الشراحت قال لي كتب عليك بنادم اللي كيقول لك دابا راه الحبس مزيان قلت له راني عارف قال لي على رقبتي اخي عاز قال لي داك الشيء هو اللي خلاني نفراش قال لي ما خلانيش نخرج ندير الكارثه قلت له شقا دابا شي واحد كيمشي للحبس انا عارف والله قلت له انت حباس ومسمع قلت له كنت كتفكر تقول بهكا
قال لي ما عمري كنت ناوي يا اخي عايز. قلت له عمرك نسي ناوي يتركب لك قال لي شحال هذيك ولا كندير المشاكل واي حاجه كنا كنقولوا بلا ما حطنا البلان كذا فاش كان كيدير المشكل هكا مسكين قال كيعاود يزيد كيعاود يؤلم وفراي براسي وقع لي هذه ولا واحد اخر واحد اخر يتالم بنادم سادير غير مزيان هذا باش هادشي قال لك عطيني اللعيبه هذه وعطيتيها انا مثلا ثاني التليفون عطيتيه ملي مشيتي وصلت عطيني التليفون داروا لك القالب ودبروا عليك وضربوك وسيفطوك للحبس علاش على رزقة ما تبقاش فين تبقى فيك القصر تقدر تخرج من الفاعل تقدر تخرج تقطع البنادم وقال لي هو قال لي شكل مزال داك الحبس القديم اخي عز عين قادوس قال لي كفرميت لهم قال لي بجوج الفرمي لهم اخي عز قال لي ما بقاش فيا بوج قلت له شي صغار قال لي ماشي نقتلهم قال لي نضربهم بالضرب اللي بقاو تفكروني ديما ولا قال لي قد بيا بنادم سوا كان مجرم كان ضرب وسرقة وغردة موز انا في الحبس ما كيتصرادش مع موضة في يديه كلها مضروبة سوا كما كنقولوا علا كان علا شحال هادي انسان سالم من الحبس حتى كيشوفوا الناس شي واحد سالا ولا بيخي كان في الحومة ملي كان مجرم ما كانوش كيقدروا يديروا معاه شي حاجة يجي يشد الشراب في الدرب يسب يغوت كذا قال لك انا وياك تسخروا لي خي عاز قال لي شوفي الولاد قلت له وليتي دخلتي على القالب تركب لها بغيت تمشي تشير عليه ويمشي يشهد عليك الناس وطور التليفون الناس كاين التصوير مشيتي صغراك داك شي كويزا ولا شي عشيرك كاش تساليه قال لي بغي غدير التساله هو براسك هو كدير التساله انا فهمت قال لي فين كدير اخي عاز دابا قلت له اللهم لك الحمد راك عارف بلي راه كنتفرج في فيديوهات ديال مازال فيديوهات وقهيوه الدار المهم جالس كان المهم قلت لهم اللهم سيفي ولا نمشيو كرام نقول علينا دابا تو دابا نمشي نبا فين بغيت نمشي للمدينه ما يهضر معايا حد نطلع للافي نمشي للحراسه نمشي للناظور نمشي فين مرشقلي دير غير لاكارت ديالك في جيبك البطاقه الوطنيه ديالك جيب وسير فين بغيتي ما تهز معاك نطا تهز معاك حتى حاجه وسير كاينش اللي يقول لك فين غادي ولا يقول في المخزن يقول لك البطاقه الوطنيه تعطيها له علاش باين انك كيكون ضرب ولا اي كيشكو البطاقه كتبدا كتقول له كيلون سيك عدة صوابق دابا السير بي كيقول لك سمح لنا غادي بحال سير تدخل على الاجرام تولي ضرب هذا ضرب هذا سرق هذا كذا مشي طيح من هذا تعطيه 10 ولا 15 وخليك هكا خاي وديما قول الشكوى الله وني روحك قال لي خاي عز على رقبتي قال لي كي تكونوا دايزين من حدايا قال لي كنبقى نشوف قلت له ملي يكونوا جايين دايزين واحد فيهم ولا بجوج ولا هادي دير راسك اخاي ما مشيهم قال شحال فترة كيدوز كنبقاو يسبوا قلت له خليه يسب قلت له كيبغيو يديروا كيف تيلا تلقى مقطع ولا هادي ولا ما عنده ما يكمي ولا هادي ولا مدبز مع مو ولا مع بواه ولا مع شي واحد ما قدش عليه زرب عليه فشي بلاصه ودايز من حداك كيسب الله يعطينا مع مو بنادم غنديرو لبنادم فعلوا له تركوا له ثم تسوقش انا براسي شحال من خطره كنسب بيت كنقول لهم كيس وعارفه ماشي عليا ولكن ما نتسوقلوش ما نقولوش اجي فلان معاه مال ولا هادي ولا قدري نفعل معاك عندوش تفرق يقول كلش هضرت مع امك تقصيف معاه نسات تمشي تجيبها عاوتاني تسقسي معاه في الرويه خليك وترد عليك اصلا السبب ما كيلصقش ولا سبك بنادم قال لك واش داير عارف راه كيسب والديه كيسب والديه حيت هو سخوت الوالدين كان مرضي الوالدين هادوك الجوج كانوا كيمشيو يخدموا على والديهم مشيو يخدموا يخدم يبوقر يجي يبيع تعلم شي صنعه كان معلم غير شي صنعه جي لقيت يخدم قال لي ما معلمي لا صنعه لا والو خاز قال لي غير بطاله صافا ضاربين الحبس كيدخلوا يخرجوا قال لي واش دابا عاد شي واحد يدوز الحبس اخي عاد قال لي كي غيعيشوا في الحبس قال لي دوك اللي مشاو للحبس كاينش اللي غيتبعو لا مو لا با لا واحد ديما موضوع ديال الفضيحه بعض المرات كيدابزو غير بيناتهم قال لي صافي ماشي ودعهم ماشي ولا دعهم سي ولا ودعهم سي تعاشرنا في الحبس الحبس ضربنا صغار هو مسكين اللي بين اللي كيبين لي داكشي قال لي ها كيفاش وكيفاش قال بعض المرات كيدابزو غير بيناتهم اخي عاد قلت له خليهم دبر راسهم قلت له واش دابا داك المليون ونص ما تسالاش قال لي واه الا خاز
قال لي مشى، قال لي وخرج هو وخلفه رسول الله، قال لي الله يلا دوبل صاخي عايز سمع، قال لي الله عمرك نعم. من 2022 خرج سالي ديالو قال لي بيه خير بها، قال لي دوبل وغادي قال شنو خصو شري المويتيره ديالو بيه خير بها، خدام على مويم خدام على بواه هادو جوج خوتو، علاش تدمر راسهم هذاك الانسان؟ ما عنديش كاع كتساني دابا نعطيها الطريف الطريف كتساني ساعة كتساني خوتها مكرخين بشار من اللي ما فيه نفس مكرخين عشني بينك وبين اختي انسان ولد حلوهم انسان وكتعرف واش كيسوى كتعرف واش كيسوى وكنتي صغير كتسقرو له وغتولي عشني بينك وبين فلان عشني بينك وبين فلان علاش عطيها تارك 20 رجع هو علاش عطيها 20 هو ما عطاها لهاش هو عطاها مو هي اللي عطاها تاعها اساسا باش تمشي تولد ديك الحومه غيمشيو يكريو لا راجلها راجلها كاين كاين مره كيبوها قرا كيبوها قرا ديما في العداو ديما في الروينه ديما في الصداع مسكينه قالت لها وليدي كيفاش وكيفاش هو تا هو حباس ومسمار وراجل وكيعرف قيمه الكمله ها شي واحد قال لك اخاي على الصباح اللي كان في الدرب قال لك شي قوي الرخاء ما عنده شحال العين ايش بدو كيقول له هاك هادي ولا كيفني معاك كيقول له هاك بحال هاكا عندهم فين يسكنوا ولا هادي ولا طش ولا سوا المول الكرار اخر قال لك مول الغدار غيسلخ قال لهم خرجوا عليا واكلين ما تلقاهمش 4 شهور ولا شي 6 شهور الكرار يقول لهم يخرجوا عليا يخوي ولي داري ما لقاوش راجلها مفني راه كيبوقا راه كيبحث يا قالت ارا شافو خدام على راسها تسارى نمشي لعند فلانة نقول لها شني واشني راه هو قريب الولد مسكين تكلم ب 20 عام لحفة صدق في كارثة بحالي شرا الحبس وين في دريم شرا 7 شهور وصريف ديال الحبس والمهيرات وبقى كيطلع ويهود المداولات والمعاناة في قلب الحبس راك عارف فين كيكون مظلوم غادي للحبس ما ضارب ما سارق ما داير ما حتى شي حاجه كيبغيش يدوز عليا النهار خصوصا في هذا الحبس ديال دابا 4 ساعات في الصباح 4 ساعات في العشيه 23 ساعه ونص انت تحت السالوس ماشي بحال شحال هادي هي معايا القادوس تخرج وكيتحل في السعود 11 ونص 12 ل 4 عاد كتسمو داخل عاد كيبقى عاوتاني الرواكله الرواكله والمستعمر والجدوره كيبقاو كيدور كدير 12 12 و4 عاد كيتسمو خارجين بحال شي موظف كيدخلو بحال واش الحبس ديال شحال هادي هو ديال دابا هو براسو قال لك اجاتني شحال هادي خاي قال لي مبرك عليا ولا قالها قد بيها نعرفو واش كيسوى مدوزين حبس كامل كان معنا في السعود كنا ولاد العشره ولاد الخير والتخصمين ديال ماشي ديال زعما كشي لعيبه كيقول لك هكا وعزاز عليه ولاد بنيكس وعزاز عليه ولاد بنيكس ديما كتخرج الزياره كتخرج الجوانه تاع كدري وليلا وخو حشيش وكدا هاك ولا حشيش هذا كيعرف مضمر ما عندوش بالبياسه كيقول لك البس هاد حيد هذيك حيد لوحه البس هاد شي واحد الشعر ولا هذا كيخرج عند الحلاق يعطيه البكيه القار ولا حسن له ود الخير كيقول لكم الناس شحال هادي شي يوم ديال دابا الناس شحال هاد الحبس اللي دوزنا مع الرجال راه ود الخير اللي عنده يخصمو معاه دابا دابا قال لي خي عزيز طوما السكر ما يعطيهالكش من هذا قلت له راني عارف انا هادشي قلت له راني عارف قال لي ارخص حاجه كاينه قال لي الملحه كتقول لي نعطيني شويه الملحه كيقول لك لا علاش كلشي غارق كلشي جنايات كروا كامله في غير جنايات ما فيهاش ابتدائيه بصلاه ما يعطيهاك شويه الملح ما يعطيهاكش علاش راه غارق بنادم عنده الكراج بزاف داك من 8 شهور اللي بعت 10 شهور عام عام ونص عام 4 شهور ومازال ما كتعش في الغرفه حتى كيضرب غير التحقيق عيطوا للتحقيق عيطوا للتحقيق عيطوا لفلان عيطوا لفلان عيطوا لهاني عيطوا لهاني والحبس بلان عامر سيلون عامر ديما الكومبا ديما هادي الماء قال لي كيطلع خير بوزيتا ما عارف هو قال لي راه انت انا راه كنعرف كلش ما راه عارف كتلعب صار 12 الوحده كيدير دوز من الحبس لا تفهم انا مش عارف بلان شنو قلت لكم شنو راه قصه كي دايره بنادم دار الخير دار اجر اجر عادي هو معناه حتى شي حاجه
حسب نصيحتهم تصوم على خط صوم على اليوم جو جا واحد داو ليات صح خوتي يمكن الخير اما بعد انا كنت بعد هكا يجي لي يقول لي مشي انا نقول اجي سالك 1000 درهم عطا سالك مو ضري معايا نيشان لا كانت خصي سال اه كيسالني ولا كنت بس نزرق المعاينه هكا كيسال مشينا عند نقول له حيت خلاص عطيها لك اخويا العزيز وهادي وهادي وطريف طريف وغيتقبل اجيك الداش ماشي دار قالب بان شنو ولا شنو دار في المنداف ومشى ضرب 7 شهور ونير هذا الكراج وعطي 20000 وزيد عبار ونص وزيد فلوس المحامي وزيد طلع اول وزيد داك الشيء اللي كانوا كيعطيوه في كل سيمانه 500 600 درهم شحال طاحت عليه البرطيه قال شي 3 على بابر شاري حبسه الفلوس وخاسر رزقه وسط الحبس وزيد 7 شهور هذا المنصوره وصرف قلب الكراج والحبس قال لي تبدل اخي عزيز قال لي كنت كنعرف قال لي كنت كنسمع لها قال لي دابا قال لي الله اخي عزيز قال لي بلادي نقول له عطيني غير شعله نقول له ما عنديش شعله قال له بلادي نقول له ما عنديش فراي سدير مزيان دير غير مزيان وغادي للحبس نعم الله لا درت شي قبيح مع شني ما نقول لك اشتري انت داك الشيء اللي لا شحال هذه ولي درتي وكذا وعاد انك كيخلص عليه بعد كما ندي كذا عاد فهمت اخي عزيز قال لي الناس اللي تمشي ديروا رزقهم ودبزوا معايا وضربوا راني ندمت قبال منك اشتري قال لي اللهم لك الحمد اخي عزيز اي لاك قال لي اللهم لك الحمد اخي عزيز شحال قصه كي دايره بنادم خدام خدمك في العام كي بام شغل ني سنة في 2010 هادي يخدم سنة 2022 عاد وقع له الوعر باش يعرف بلا شنو يدير اخوتي هذيك القصة راه العبرة يتسنط لها بنادم ويفهم ويعرف إلا خصك معامل تتعامل خصك تعرف معامل وإلا تعطي شي واحد شي حاجة خصك دير معاه وريقة وريقة بأن وقال لي زيد بأن راه كنسالك ولا صبق الميم ترتاح عنديش وني راس مخاطر بصيغة تعاون شي واحد إما في الطبيب مريض ولا شي واحد بالحبس غتعاونو على شي حويجة ولا شي مرانجية ولا شي هاديك عادية وخا تسمح فيها أما بحال غي أرلي ولا هادي غي حيدو أخوتي ويعرف بنادم شنو كاين سمعتو أخوتي راه لي ما مأبونيش مع خوكم بوزي يدخل يتأبونا وبلا ما تنسى باش تصغير ميسان تصغير مسو غير مسو كومنتير الزوين القبيح معندناش المشكل باش تجي ماما قلت لك راسكم الفراش اخو كومبوزي ها هو مشى ديما قبل ما نبداو الفيديو كنقول لكم اللي مريض دعيو معاه الله يشافيه واللي في الحبس دعيو معاه الله يفاجئ عليه اخوتي تحياتي لكم تحياتي للمغاربه كاملين داخل الوطن او خارج الوطن ديما كنقول لكم عاش الملك الله ينصر سيدنا تحياتي لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته